زين، انت صار لك صديق يعني الى او مقرب من عنده من اكثر من 35 سنه تقريبا، اذا نهايه الثمانينات. شنو الشيء اللي انت تعرفه عن كاظم احنا ما نعرفه؟ احكي لنا كاظم بعينك شنو. والله بصراحه يعني دائما باللقاءات اقول انا ليس متحدث باسم الاخ لا انا من وجهه نظرك يعني وانا يعني ليس يعني مو مدير اعماله ولا اتحدث باقول نشاطاته وكذا. انا احكي الان كاظم كاخ. نعم. كاظم فنان يعني خلينا نقول فنى عمره وشبابه من اجل فنه، يكتب، هاي كنا نعرفه، يلحن، يعمل موسيقات، هذا كله مو جديد. اريد انت شلون تشوفه. كاظم حساس جدا واي كلمه تظل تاكل وتشرب وياه. يعني انت جيت حكيت حكايه بها جرح له ينقهر، بس اتحداك اذا يردها بوجهك يقول لك لا اسكت ما اسمح لك ابدا. في مواقف صارت من زملاء وفنانين كبار، وانا حاضر في بعض الجلسات سمع انه فلان زميل تكلم علي بهالخصوص. احنا كنا قلنا اكيد راح يقول معقوله وليش وتاتاتا. احنا كعراقيين تدري بسرعه نفور، عراقيين فور بسرعه ويطفى بسرعه، يعني سبحان الله لو هيجي لو هيجي ماكو وسطيه. كان يقول خلي يقول براحته، كفايه نسمع منه فلان اغنيه هذا الفنان الكبير، كفايه انت شوف شوف السمو، انت لما تكون هيك سامي هيك اخلاقك يجي لك ساري فلان مقدم يقول لك انت زيرو، انت ماكو شيء، انت شنو، انت عاله، انت كذا، سوري يعني عفوا زين. وانت تقول معودين هذا اخوي وصديقي الله يسامح ما سوي.